مسألة التحسين التالية، هذه التي أرسلت إلي، تبدو ممتعة. لم أرى هذه المسألة من قبل، ولذلك إنني متحمس لحلها. إذن هي: هناك سلك ما طوله 100 سنتيمتر، وقد تم قصه إلى قطعتين. دعوني أرسم هذا السلك. إذن هذا هو السلك، وسوف يتم قصه إلى قطعتين. دعوني أقرأ كل المسألة قبل أن أرسم أي شيء. الأولى تم ثنيها لتكون مربع، والأخرى طويت على شكل مثلث متساوي الساقين. أين يجب أن يكون مكان القص؟ إذا كان A، أي مجموع المساحتين، عبارة عن نقطة عظمى أو صغرى، وقيل لنا مع أخذ احتمالية عدم القص بعين الاعتبار. إذن هذا هو الطول، هو 100 سنتيمتر، لا يهم إذا كان بوحدة السنتيمتر أو المتر أو أي شيء. إذن هذا هو الطول 100، يمكن أن يكون 100 ميل، وسوف نقصه من نقطة ما، سوف نقصه من هنا. حسنا، لم يكن ينبغي أن أفعل ذلك لأنني كنت سأستخدم X و Y، لكن في الواقع دعونا نستخدم A و B بما أن مكان القص يبدو كX. دعونا نفترض أن هذا A سنتيمتر من الجانب الأيسر للسلك، ومن ثم ما هي المسافة من الجانب الأيمن للسلك؟ يمكنني أن أسميها B، لكن من الأبسط أن نقول إذا كانت هذه A، بالتالي فإن هذه ستكون 100 ناقص A، هذه 100 ناقص A، وقيل لنا سوف آخذ واحدا من الأسلاك، دعوني أفترض أنه الجزء الأيسر من السلك، وسوف آخذه إلى الداخل وأشكل به مربعا، وهو ليس مستطيلا بل مربع. ومن ثم السلك الآخر سوف أشكل به مثلث متساوي الأضلاع. حسنا، دعونا نقوم بذلك. في الواقع يمكنني بالفعل أن أشعر أنه سيكون أبسط لو تلاعبنا بهذا. سوف أشكل المثلث متساوي الأضلاع من خلال هذا الضلع، وأشكل مربعا من خلال الضلع، لأنني أشعر أنه سيجعل الحساب أبسط. لذا سوف أخذ هذا السلك الذي طوله A وأشكل مثلث متساوي الأضلاع منه. كيف سيبدو المثلث؟ سوف أبدل الألوان الآن. هذا هو المثلث متساوي الأضلاع، إن جميع أضلاعه متساوية. وكم يساوي طول كل ضلع؟ حسنا، إن المحيط ككل هو A، لذا فإن كل من هذه يجب أن يكون A تقسيم 3، A تقسيم 3، و A تقسيم 3. ومن ثم لدي أيضا مربعا مما تبقى، إنني لا أستخدم أداة رسم المربع، ها هي يجب أن أستخدمها. لا أريد أن أرسمه هكذا. حسنا، هذا هو المربع. وإذا كان المحيط ككل هو 100 ناقص A، فما هو طول كل ضلع؟ إنه عبارة عن هذا مقسوم على 4، لأن جميع الأضلاع متساوية، فما هي قيمة هذا الطول مقسوم على 4؟ 100 ناقص A تقسيم 4 يساوي 25 ناقص A تقسيم 4. إذن هذا الضلع هو 25 ناقص A تقسيم 4، وهذا الضلع 25 ناقص A تقسيم 4. هذا نفس الشيء، 25 ناقص A تقسيم 4، وهذا 25 ناقص A تقسيم 4. والمطلوب منا أن نجد ما هي قيمة A. لقد أعطي لنا مجموع المساحتين، المطلوب أن نعرف ما هي قيمة A التي تصغر مجموع المساحتين.
والتي تكبر مجموع المساحتين. إذن ما هو مجموع المساحتين؟ ما هي مساحة هذا المثلث؟ إنني أنسى دائما صيغة مساحة المثلث متساوي الأضلاع، إذن سوف يكون علينا أن نشتقها الآن. ما أفعله هو أنني دائما أرسم شيء كهذا، ومن ثم نحن نعلم أن هذا الطول يساوي a تقسيم 6، ذلك a تقسيم 6. إنني أعين نصف الطريق إلى النقطة، إن الطول ككل يساوي a تقسيم 3، وهذا المثلث قياس زواياه هو 30 60 90، تلك 30 هذه 60، إذن هذه ستكون الجذر التربيعي لثلاثة ضرب هذا. إذن الارتفاع، دعوني أفعل ذلك هنا لكي تعرفوا ما أفعل، إن هذا هندسة، إنني أرسم نصف المثلث، هذا سيكون a تقسيم 6، ذلك a تقسيم 3، وبذلك هذا يكون الجذر التربيعي لثلاثة ضرب هذا. الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 6 ضرب A، فما هي المساحة؟ حسنا، إن مساحة نصف المثلث هذا هي القاعدة ضرب الارتفاع ضرب 1 تقسيم 2. إذن مساحة المثلث كله ستكون هذه القاعدة ضرب هذا الارتفاع، مساحة هذا المثلث تساوي هذه القاعدة ضرب ذلك الارتفاع، لذا تكون مساحته مقسومة على 6، أي هذا ضرب الارتفاع ضرب الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 6، هذه المساحة. ولكي تتذكروا فإن مساحة المثلث هي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، إذا وضعنا نصف القاعدة ضرب الارتفاع فسوف نحصل على مساحة هذا المثلث، لكن مساحة المثلث كله عبارة عن 2 من هذه المثلثات، ولذلك تخلصت من النصف لأنها 2 ضرب نصف القاعدة ضرب الارتفاع. أتمنى أن ذلك لا يربككم، إنها عبارة عن هندسة. على أي حال، إن مساحة المثلث تساوي الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 36 ضرب A تربيع. وما هي مساحة المربع؟ إن هذا بسيط، إنها القاعدة ضرب الارتفاع. إذن مساحة المربع يساوي 25 ناقص A تقسيم 4، إنها عبارة عن القاعدة ضرب الارتفاع وتكون مربعة، وذلك يساوي 625 ناقص 2 ضرب، إذن هي 25 تقسيم 4 يساوي ناقص 50 تقسيم 4 A، إذن ناقص 50 تقسيم 4 A زائد A تربيع تقسيم 16 زائد A تربيع تقسيم 16، تلك هي مساحة المربع. لكننا نريد أن نعرف المساحة المركبة لكل منهما، فما هو اقتران المساحة المركبة؟ إذن المساحة المركبة، وسوف أفعلها بلون سميك، مساحة كل منهما سوف أقول تركيب المساحة، إنها تساوي مساحة المربع زائد مساحة المثلث. إذن مساحة المربع هي، دعونا نرى، إنها A تربيع تقسيم 16 ناقص 50 تقسيم 4 A زائد 625، ونريد أن نضيف مساحة المثلث زائد الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 36 مضروبة في A تربيع، وذلك هو اقتران A، يمكننا كتابته هكذا. إذن علينا أن نحسنه الآن،
ونريد أن نجد النقطة العظمى والنقطة الصغرى إذا كانتا موجودتان. دعوني أمحو لأحصل على بعض المساحة. مساحة المربع هي ضمنية بالفعل هنا، يمكنني أن أمحو كل هذا من هنا. إذا ما هي المشتقة؟ A فتحة. في الواقع أتمنى أنكم لا تمانعون من أن أمحو هذا أيضا، لأنني أعتقد أن المساحة سوف تنفذ وستتزاحم الأشياء كلها بطريقة ما. هذا ليس ما أردت فعله، لكنكم تعلمون ما نتحدث عنه. لقد أوجدنا بالفعل المساحة المركبة للأشكال، لذا كل ما لدينا الآن هو عبارة عن تفاضل وتكامل بحت، وقد انتهينا من جميع الأمور الهندسية. فما هي مشتقة المساحة المركبة؟ كلما كان اقتران A مساويا لمشتقة هذه العبارة، إذن هي 2 تقسيم 16 تساوي A تقسيم 8. دعوني أكتب هذا إذن. A تقسيم 8، اسمحوا لي أن أرسم خط هنا، لا أريد أن تصبح الأشياء مربكة. A تقسيم 8 ناقص 50 تقسيم 4، مشتقة 625 هي 0. زائد الجذر التربيعي ل3 تقسيم 18 مضروبة في A. وبذلك نريد أن نجد القيم الصغرى أو العظمى لهذا، لذا دعونا نضع أن هذه المعادلة تساوي 0. دعوني أرى ما يمكن فعله. يمكننا أن نضيف معاملات A. إذا لدينا 1 تقسيم 8 زائد الجذر التربيعي ل3 تقسيم 18، وهذا مضروب في A. لقد جمعت هذا، لذلك ناقص 50 تقسيم 4، ونريد أن نضع أن هذه المشتقة تساوي 0. اسمحوا لي أن أبدل الألوان، ولذلك نحصل على، دعوني أجمع هذان الاقترانان 8 و18. ما هو مقامهما المشترك؟ 8 و9، إذن 8 ضرب 9 يساوي 72. و1 تقسيم 8 يعادل 9 تقسيم 72، وبذلك فإن 72 تقسيم 18 تساوي 4. إذن ذلك زائد 4 الجذر التربيعي، ل3، وكل ذلك مضروب ب A يساوي 50 تقسيم 4. والآن يمكننا أن نضرب كلا الطرفين بمعكوس هذا المعامل ونحصل على، ربما أنني ارتكبت خطأ غير مقصود، لكن الأعداد لا تأتي بصورة واضحة، لكن ربما أنها ليست من المفترض أن تكون كذلك. A تساوي 50 تقسيم 4 ضرب 72 تقسيم 9. زائد 4 الجذر التربيعي ل3. دعونا نرى إذا كان بالإمكان أن نحذف أي شيء. هذه 4 أصبحت 1، هذه أصبحت 18، وبذلك نحصل على A تساوي
50 ضرب 18 تقسيم 9 زائد 4 الجذر التربيعي لـ3 الآن دعونا نرى إذا كان هذا منطقي، وأعتقد أنه ينبغي علي استخراج الآلة الحاسبة الآن. حسنا، الآلة الحاسبة، ماذا يجب أن أفعل أولا؟ دعوني أجد ما هي قيمة المقام. إذا الجذر التربيعي لـ3 ضرب 4 يساوي زائد 9 يساوي 15.928. إذن إيه تلك تساوي؟ ما هو الناتج 50 ضرب 18؟ إذن 50 ضرب 18 هذا يساوي 900. إذن ذلك يساوي 900 تقسيم 15.928. لذا دعوني أقوم بذلك، دعوني أقوم بتحويله. ضرب 900 يساوي 56.5. إذن A تساوي 56.5. على الأقل قد حصلنا على عدد منطقي. سيكون من المؤسف لو كانت النقطة التي علينا أن نقص هذا السلك عبارة عن عدد أكبر، أو من حسن حظنا أنه لا يوجد لدينا عدد سالب هنا، لكننا في الواقع حصلنا على عدد موجب وهو عدد يقع بين 0 و 100. لذا نحن على الأرجح على حق، لكن السؤال هو هل هذه قيمة صغرى أم هل هي قيمة عظمى؟ ولكي نجد ذلك، حسناً، دعونا نرى إذا كان التقعر سيكون لأعلى أو إلى أسفل على هذه النقطة. دعونا نفكر في ذلك. دعونا نأخذ المشتقة الثانية لاقتران المساحة المركبة لدينا. إذن هذا كان اقتران المساحة المركبة، علينا أن نساويه بالصفر. دعونا نأخذ المشتقة الثانية لذلك. حسناً، ذلك يساوي المشتقة الثانية لهذا تساوي 1 تقسيم 8 زائد الجذر التربيعي لـ3 تقسيم 18 ضرب A، لكن ذلك عبارة عن معامل، ثم إن الصفر مقسوم على ذلك، ذلك يساوي A فتحتين بصورة اقتران A. إن المساحات المركبة عبارة عن اقتران A، إنه عبارة عن عدد ثابت وهو عدد ثابت موجب. إذن ماذا يوضح لنا هذا؟ نظرا إلى أن هذا عدد ثابت موجب، إنه يوضح لنا أن أي قيمة لـ A المشتقة الثانية موجبة، المشتقة الثانية موجبة تخبرنا أن التقعر يكون لأعلى، لكن اقتران المساحة المركبة هذا وكيف نعرف ذلك؟ حسناً، إن المشتقة الثانية موجبة والميل يتزايد دائماً، وهذا يخبرنا أنه أي قيمة يكون عليها الميل صفر، وهي كانت هذه تكون في الواقع نقطة صغرى. إذن A تساوي 56.5، فإذا قمنا بقصه على 56.5 إننا في الواقع على نقطة صغرى. إذن كيف نكبر القيمة المركبة؟ حسناً، ربما هنا علينا أن نأخذ واحد من الأوضاع الحدودية، ربما أنه يمكننا أن نضع أن A تساوي 0، أو يمكننا أن نضع أن A تساوي 100، ونجد ما هي القيم، وواحدا منهم يجب أن يكون نقطة عظمى.
إذن ماذا يحدث عندما A تساوي صفر؟ ما هو؟ إذن هذا كان الاقتران لدينا في البداية. ما هو اقتران المساحة المركبة لدينا إذا كان A يساوي صفر؟ حسناً، هذا صفر، هذا صفر، ذلك صفر، إذن يساوي 625. وإلى ماذا يترجم ذلك؟ تلك هي الحالة التي يصنع السلك بها مربعاً ولا يوجد جزء من السلك يمكنه أن ينشئ مثلث. في تلك الحالة تكون المساحة المركبة والمساحة كلها أتت من المربع ستكون 625. حسناً، ماذا يحدث عندما A تساوي 100؟ إذن ماذا يحدث عندما A تساوي 100؟ حسناً، بالتالي إذا كان هذا يساوي 100، بالتالي فإن مساحة المربع هي صفر. إذن في الواقع يمكننا أن نتجاهل هذه العبارة. نحن في الواقع نعرف أن هذا ستكون قيمته صفر، لأننا اتفقنا أنه لا يوجد سلك للمربع، ولذلك ما هي مساحة المثلث؟ حسناً، هذه العبارة الموجودة هنا كانت عبارة عن مساحة المثلث، وهي تساوي الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 36 ضرب 100 ضرب 100 مرفوعة للقوة 2. وكم يساوي ذلك؟ دعونا نرى إذا كان بإمكاننا القيام بهذا. إذن الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم 36 يساوي، ثم إن 100 للقوة 2 تساوي 10,000، إذا ضرب 10,000 إنه يساوي 481. إذا ماذا نعرف؟ نحن نعلم أنه إذا قمنا بقصه على 56.5 بالضبط، وفي الواقع لا يوجد تقريب أكثر بحيث لا أعيره اهتمامي. إذا قمنا بقصه تقريبا على 56.5 فإن المساحة المركبة، في الواقع نحن لم نجد ما هي تلك المساحة المركبة، لكننا نعلم أنها نقطة صغرى لأن التقعر يكون إلى الأعلى على تلك النقطة. وكتمرين ممتع لكم، ربما أنكم تريدون وصله بالآلة الحاسبة وتجدون ما هي المساحة الحالية بالنسبة لتلك النقطة وتدركون أنها أقل نقطة، إذن تلك هي النقطة الصغرى. هكذا نقوم بتصغير مساحة المربع أو المثلث. الآن إذا اتفقنا أن جميع السلك سيكون للمربع فإننا نحصل على أن المساحة هي 625 وجميعه يذهب إلى المربع. إذا قمنا بقصه هنا فإذا استخدم السلك كله لإنشاء المثلث سنحصل على مساحة قيمتها 481. إذا القيمة العظمى هي عندما A تساوي صفر وتكون المساحة المركبة 625، لأننا نصنع مربعا بسلك كامل. والقيمة الصغرى تكون عندما نقصه هنا على 56.5، حيث اتفقنا أن 56.5 يكون مثلثا. إن الباقي هو 43.5 يكون مربعا، هذا عندما نصغره. بصراحة كانت تلك المسألة مذهلة وأتمنى أنني قد حللتها بشكل صحيح، وإذا كنت قد ارتكبت خطأ غير مقصود فأعتقد أنكم تدركون كيفية حل المسألة. سأراكم في العرض التالي.